مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة الليلة من سؤال جريء، وهي بعنوان الأسئلة المحرمة في الإسلام. ليس غريبا أن اسم هذا البرنامج هو سؤال جريء، فعند تصميمنا للبرنامج وتخطيطنا له كان السؤال الجوهري: ما هو الهدف من هذا البرنامج؟ وكان جوابي حينها أن ما يعاني منه المسلم يتلخص في عدم جرأة الغالبية العظمى من المسلمين على طرح الأسئلة، فسميناه سؤال جريء. غايتنا إذن أن يتجرأ المسلم على طرح الأسئلة الجريئة، لأنه تم إسكاتنا لمدة 14 قرنا، تم إسكاتنا بطرق كثيرة، أحيانا تكون بطريقة قل أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سؤالك كفر يا أخي، استغفر الله وصلي ركعتين، وأحيانا أخرى بطريقة تب وإلا قطعنا رأسك، فهذا كفر علني. أحيانا نسكت لوحدنا لأننا نعلم أن رد الفعل من المجتمع حولنا سيكون ردا عنيفا، لأن هذا المجتمع تربى بثقافة إسلامية منبثقة من الكتاب والسنة ومن التاريخ الإسلامي. إذن الرقابة في المجتمع الإسلامي رقابة على الأفكار، على حرية التعبير، على السؤال. تلك الحرية تعدم مباشرة إذا تعلق الأمر بالدين الإسلامي. بإمكان المسلم أن يطعن في أي عقيدة شاء، ولكن إن تعلق الأمر بعقيدته تجد الأيادي تمتد بكل الطرق لتحاول إسكاتك. هذه الرقابة مست الكتب، الروايات، المواقع، القنوات المتسائلة والتي تطرح أسئلة جريئة غير مألوفة. قناتنا أيضا مطاردة ومضطهدة لأنها تطرح أسئلة لم يتجرأ أحد على طرحها من قبل. مواقعنا محجوبة في الكثير من البلدان الإسلامية لأنها تطرح تلك الأسئلة. أيضا المواقع الفيسبوك، كل شيء يهاجم، كل شيء يهاجم. اليوم نطرح هذا السؤال: ما هي الأسئلة المحرمة في الإسلام؟ لماذا تم تحريمها؟ ما السبب؟ كيف يبررها المسلمون؟ وهل من سبيل لكسرها؟ تابعوا معي الحلقة. الأسئلة المحرمة في الإسلام. الآية التي سنعتمد عليها، وهناك أحاديث وأقوال وفيديوهات لشيوخ، لكن الآية المحورية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. الكثير من الناس يقرؤون هذه الآية ويعرفونها، على فكرة ترتكب أخطاء كثيرة فيها، فالمرجو من كل من يريد التعليق عليها أن يقولها بطريقة صحيحة. هي: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. البعض يقول إن تبد لكم تسيئكم، إن تبدو لكم تسيئكم، سمعت كل الأشكال، لكن هي إن تبد لكم تسؤكم. المهم نأتي إلى السؤال، ثقافة السؤال. الآية تحرم كل الأسئلة في الحقيقة، لأنها تقول لا تسألوا، أيوة، واللام لام النهي، لام التحريم. عندما تسمع في القرآن لا، عرف أنها نهي تحريم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حرام أنك تصلي وأنت سكران، هذه في بداية تحريم الخمر. فإذا لا للتحريم. لا تسألوا عن ماذا؟ عن أشياء. أيوة، ما لها هذه الأشياء اللي مش لازم أسأل عنها؟ إن تبد لكم تسؤكم. أي شيء في إبدائه إساءة لك هو حرام. طيب معناه أنه طيب أنا كيف سأعرف أنه في إساءة لي وأنا لم أعرف الجواب بعد؟ فإذا أي شيء أتوقع أنه الإجابة عنه ستكون مسيئة لي لا أسأله. إذن ممكن لا تسأل أي شيء. سنرى كيف فسر المسلمون هذه الآية وما الأحاديث التي اعتمدوا عليها. هذا ليس تفسيري أنا، سنرى تفسير المسلمين. المهم، هذه الآية في المائدة، سورة المائدة. سورة المائدة الآية 101، ممكن حتى نضيف إليها 102.
السؤال في الحقيقة هو أساس كل العلوم الإنسانية، العلوم التجريبية، العلوم الفلسفة، كل شيء الأساس بتاع العلوم هو السؤال. فتحريم السؤال هو تحريم عمل عقل الإنسان. عندما نحرم السؤال أنت تحرم تفعيل العقل وتفعيل التفكير. السؤال هو أساس كل العلوم. مثلا حتى سقراط الذي هو أب العلوم الغربية، هو الأب الروحي لكل الفلسفة الغربية، هو سقراط. سقراط انتهج السؤال، ونحن نعرف من قصة أنه لما ذهب سأل الكهنة أو سأل الكاهن أو الوسيط، سأل صديقه عن من هو أحكم إنسان، هل هناك شخص أحكم من سقراط؟ قال لا، لا يوجد أحكم من سقراط. فسقراط حب يتأكد من هذا الأمر، خرج للشارع وأخذ يسأل الناس حتى يثبت أنه هو ليس حكيم، يعني في ناس أحكم منه. لكن النتيجة صارت عكسية، أنه ثبت أنه كل الناس تدعي أنها حكيمة وفي الحقيقة لا تعرف أي شيء، وطلع هو أحكم من الكل لأنه ليس بحكيم. ودي كانت مشكلة، لأنه هو عارف نفسه أنه جاهل أو ليس بحكيم، فطلع هو أحكمهم لأنه على الأقل يعرف هذه المسألة. فالسؤال كان منهج سقراط. حتى طريقة الفلسفة كيف ابتدأت؟ ابتدأت عن طريق السؤال. والأسئلة اليوم الفلسفة تعتمد على السؤال. هناك علوم كثيرا بطقت من الفلسفة أو صارت المنطق مثلا اللي هو فرع من فروع الفلسفة كما رأينا في حلقة ماضية يعتمد على السؤال. السؤال الميتافيزيك أو الميتافيزيكس، الميتافيزيقية بيسموها بالعربي، الميتافيزيقية اللي هي السؤال عن هل هناك خالق لهذا الكون، من أين أتى الكون، الأسئلة الكونية أو الميتافيزيق. الميتافيزيقيا تعتمد على السؤال، أسئلة. الإبستمولوجي أو المعرفة، علم المعرفة، الإبستمولوجي اللي هو كيف نعرف وماذا نعرف وكيف نعرفه، الأسئلة المتعلقة بالمعرفة أيضا هي تعتمد على الأسئلة. الأونتولوجي اللي هي المتعلقة بعلم الكائنات أو أنواع الكائنات، اللي هي دراسة من أنا، مثلا من أنا، معرفة من أنا، بتبتدئ بهذا السؤال اللي هي الأونتولوجي بسموها، أيضا تعتمد على الأسئلة. هناك يعني فروع كثيرة للفلسفة كلها تعتمد على السؤال. لا يمكن أن تقوم العلوم دون سؤال. فيجي دين حرم لي السؤال، معناه أنه لا ينبغي أن أسأل هل هناك خالق أو ليس هناك خالق. من حق الإنسان أن يتساءل، هل هناك خالق؟ ليس هناك خالق؟ لماذا لو كنتم تقولون أن هناك خالق هناك شر في هذا الكون؟ من حق الناس أن تسأل، ومن حق وليس من حق أي شخص أن يسكتها بأي حجة كانت، خصوصا إذا كانت حجة الدين. فإسكات الشخص عن السؤال معناه أنك لا تملك الإجابة ولست قادر على مواجهة هذا السؤال. وبالتالي كل دين يمنع التساؤل لا أعتبر أنه قائم على أساس الحق. السؤال هو أساس العلوم التجريبية اليوم. العلوم التجريبية تطرح كل الأسئلة حتى تتوصل إلى إجابات، تطرح أسئلة عن لماذا حصل هذا الأمر حتى يتوصلوا إلى الأسباب التي أدت إليه، لماذا توجد هذه الأعراض حتى يعرفوا أساس المرض، لماذا تطور هذا الشكل حتى يعرفوا الفيروسات كيف تتغير، لماذا لماذا لماذا، كلها أسئلة. فإذا الكون كله، هذا العالم يسير الآن بسبب الأسئلة. لولا الأسئلة ما كان عندنا علوم اليوم، لولا الأسئلة ما كان هناك فلسفة. الكتاب المقدس، ما يعجبني في المسيحية أنها تشجع كل إنسان على السؤال، وكيف ما كان هذا السؤال. الكتاب المقدس يشجع أولاً البحث، فتشوا الكتب، الكتب التي تعتمدون عليها وتفتخرون بها فتشوها. كان اليهود يفتخرون بكتبهم، عندهم كتب الحكمة، عندهم التوراة، عندهم كل هذه الأمور، يقول لهم المسيح
فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. فتشوها، أنا لست ضد المطالعة، ابحثوا في الكتب وانظروا بأنفسكم هل هناك أي شيء يتعلق به في هذه الكتب. لكن هي دعوة عامة لكل إنسان، فتش الكتب، اقرأ يا أخي، شوف كل النظريات الموجودة في العالم، شوف هل هي تلبي احتياجاتك الروحية وتطلعاتك وسلامك الداخلي، فتش الكتب. لو وجدت راحتك في أي شيء أهلا وسهلا، لو لم تجد راحتك نحن نقول لك أن المسيح هو راحتك. في تسالونيكي الأولى الرسول بولس ماشيا على نهج المسيح يقول امتحنوا كل شيء، كل شيء بدون استثناء، امتحنوا، تمسكوا بالحسن. بعد الفرز، بعد الامتحان، بعد التمحيص والامتحان، على فكرة لا يوجد امتحان بدون أسئلة. عمركم شفتوا امتحان من غير أسئلة؟ الامتحان معناه الأسئلة، اسأل أسئلة، امتحن كل شيء، تمسكوا بالحسن، اعملوا فرز للأشياء. هناك كتب تملأ السوق، ليست كل الكتب صحيحة، ليست كل الكتب يعني جيدة، افحص الكتب، افحص النظريات، افحص المعارف الموجودة، ليست كل معرفة بالضرورة هي مفيدة للإنسان، هناك معارف ربما تكون مؤذية للإنسان، فإذا افحصها وميز واعمل فرز وتمسك بالحسن بأفضلها. في يوحنا الرسول يوحنا في رسالته الأولى والأصحاح الرابع آية 1 يقول لا تصدقوا كل روح، مش كل واحد جاء قال أنا نبي نقول أهلا وسهلا على رأسي وعيني صلى الله عليه وسلم، لا، هذه ليست الطريقة المسيحية. لا تصدقوا كل روح، ابتدئوا بالأسئلة، بل امتحنوا الأرواح. أي واحد وقال أنه له علاقة بالسماء، أنه يتنبأ، أنه كذا، أنه كذا، امتحنوا، اسألوه، الامتحان يكون عن طريق الأسئلة، هل هي من الله؟ لا تصدق كل روح، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. المسلمون يريدون أن نصدق محمد بكل بساطة، لو تكلم ضد محمد تسب نبينا. يا أخي من قال لك أنه نبي؟ نحن نبدأ من الأصل أنه إنسان. إذا الدليل عليك أنت، أنت أثبت لي أنه نبي. الأصل أنه كل إنسان أراه في الشارع نبي؟ لا، الأصل أنه كل إنسان أراه في الشارع هو مجرد إنسان مثلي مثله. فإذا أنا من حقي أن أسأل، ربما ليس نبي، وأنا من حقي أن أمتحن، وكيف كانت حياته، كيف كانت أقواله، هل كان يطبق ما يقول، هل كان يستفيد من دعوتي، كل هذه الأمور من حق. هل كان طبيعي في عقله، هل كان مصاب ببعض الأمراض، هل كان من حقي أن أسأل أي سؤال، وليس من حق أي إنسان أن يمنعني بأي حجة كانت، طالما أن هذا محمد مطروح للإيمان كإيمان كعقيدة، مطروح أنه وأنا مطالب بالإيمان به، من حقي أن أسأل. الكتاب المقدس يشجع على المعرفة. قد هلك شعبي في هوشع 4 آية 6 يقول في العهد القديم، هذه قد هلك شعبي من عدم المعرفة، قبل مجيء محمد وقبل ما مجيء وجود قريش ولا غير قريش، قد هلك شعبي من عدم المعرفة. هلاك البشرية يتم بالجهل، عندما تتنور البشرية بالمعرفة نتقدم، يحصل خلاصنا، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا. يقول الرب أنه لا، يقول أنه أنا أرفض الإنسان الذي لا يبحث عن المعرفة، لا يريد أن يفهم، أن يزيد في الفهم. تعرفون الحق، في المسيح قال في يوحنا 8 آية 32 تعرفون الحق والحق يحرركم. عندما تعرف، عندما تسأل تتوصل المعرفة، وعندما تعرف تتحرر من كثير من الأشياء، هذه حقيقة. في أرمية 6 آية 16 هكذا قال الرب قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، اسألوا عن كل شيء، أين هو الطريق الصالح، ابحثوا، شوفوا أين الطريق الصالح وسيروا فيه، عندما تجدوا هذه الطريق سيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. ابحث، شغل عقلك، ابحث عن الحق، أطرح الأسئلة، كل الأسئلة، ليس هناك ممنوع. كتاب مقدس حتى يشجع على الأسئلة الوجودية. تعرف عندما أكلم بعض أصدقائي المسلمين، كنت زمان لما أناقشهم في المدرسة أو في أي مكان، يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما نصل مسألة نبوة محمد، وحي القرآن، وجود الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن الإسلام علمنا أن هذه الأسئلة من الشيطان، وسأتي إلى ذكر هذا. كل سؤال
يتعلق بذات الله، يتعلق بنبوة محمد، بصدق القرآن، تشكيك فيه، لأنه من حقي أن أشك كإنسان. الشك جزء من وجود الإنسان. من حقي أن أشك، أنا أرى أشياء كثيرة في العالم، من حقي أن أتساءل، من حقي أن أعيد نظري في معتقداتي في أي مرحلة من حياتي. فإذا ليس من حق الإنسان أن يمنعني، وإلا أنا أنافق نفسي وأعيش متناقض مع ذاتي. إرضاء للمجتمع، إرضاء للناس حواليا، هذه ليست عيشة، هذا عذاب لكن بصمت. الكتاب المقدس يشجع الأسئلة الوجودية التي يمنعها الإسلام. مثلا داود في مزمور 10 آية 1 حتى يقول: يا رب لماذا تقف بعيدا؟ أنت تقول أنك موجود، أنا أصلي لك، لا أرى استجابة، لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ أنا أمر بضيق. تقول أنك تستجيب دعواي، أنا أسألك، إذن أين تختفي؟ أسئلة وجودية. من حق الإنسان أن يشك عندما لا تجاب دعواه، عندما يرى الشر مسيطر في العالم، عندما لا يرى أي شيء، من حق أن يسأل. الكتاب المقدس يشجع. لو قال هذا أي شخص مسلم لاعتبر كافرا، لأنه في نظرهم لازم يسكت، يصمت، لا يتساءل، لا يخاطب، لا يشك. حتى في أيوب 21:7، أيوب رمز للناس الذين يمرون من تجارب عميقة، تجارب تتعلق بالأمراض، تتعلق بالشر. وأيوب سفر أيوب مليء بالأسئلة الوجودية، لماذا تقع؟ لماذا بعض الأشرار يعيشون حياة صالحة وبعض الأبرار يعيشون حياة مزرية، حياة ليس فيها أي فرح؟ لماذا؟ هل هناك من جواب؟ هل يستطيع المتدينون أن يجيبوا على هذه الأسئلة؟ لماذا يحيا الأشرار ويشيخون؟ بعض منهم حتى يكمل حياته كلها. نعم، ويتجبرون قوة. يقول أيوب: لماذا أنا صالح أمر بتجربة مثل هذه ويحصل لي هذا الأمر؟ ولماذا الأشرار يعيشون حياة رغدة ما فيش أي مشكلة؟ ألا يعني هذا يقودك إلى أسئلة كبيرة، من حق، موجودة في الكتاب المقدس، من حقك. الجامعة، سفر الجامعة، سفر فلسفي أيضا، الجامعة 2 آية 5 يقول: كما يحدث للجاهل كذلك يحدث لي أيضا لي أنا. يعني أنا إيه غرض المعرفة؟ يتساءل عن إيه غرض المعرفة؟ نفس الشيء يحصل للجاهل يحصل للحكيم، لأنه كاتب الجامعة هو سليمان صاحب الحكمة اليهودية أيامها، فيقول: كما يحدث للجاهل يحدث للحكيم. وإداك، فلماذا أنا أوفر حكمة؟ ما نفع حكمتي لي إذا كان يحصل هذا الأمر للجاهل وللحكيم معا؟ هذا سؤال منطقي، من حقي أن يسأل هذا السؤال. القرآن حكاية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. يعني هناك زر أوف، لما تصير مسلم اعمل زر أوف لعقلك، أوف، لا تسأل. على فكرة هذه في سورة المائدة، المائدة من أواخر السور التي يعتقد المسلمون أنها نزلت على نبي، بل يعتقدون أن ربما من آخر السور على الإطلاق، البعض يذهب هذا المذهب نظر لوجود آية ختامية فيها. فإذا المائدة من الأواخر، يعني ليست في بداية الإسلام حتى يقول لأن هذا الأمر نسخ، أنه ما كانش، أنه مش عارف كل التبريرات. لا تسألوا، يعني بعد نضج الإسلام، هذا ما توصل له محمد في قمة عطاء الإسلام، توصل أنه امنع السؤال، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم. ما هي هذه الأشياء؟ كيف يفسر العلماء؟ نشوف أول فيديو سنبدأ نفهم ما هي الأسئلة المحرمة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذا نداء خاص لابد أن ننتبه إليه أحبتي في الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم، كما جاء في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ قال: أبوك فلان.
وكما قال رجل أين أبي؟ قال هو في النار. فهذه أشياء لا فائدة من ورائها. فعلام تسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا نفع فيه وعما إذا ظهر ساءكم الجواب، عما تسألون هذا. فحذر الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا نبي الله في القرآن أسئلة تعمق وأسئلة تنطع، ولكن يسألوا الأسئلة التي فيها استبيان عن الأمور المجملة، مثلا عن الأمور التي يحتاجون إليها في عبادتهم في معتقداتهم، عن الأمور التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم، ليه؟ لأنكم إن سألتم أسئلة التعمق وأسئلة التنطع وأسئلة التشدد قد يحصل بسببها تشريع لكم لا تتحملونه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من هذه الأسئلة يعني التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما قاله صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله قد أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال يا رسول الله أكل عام؟ طيب هو لو كان الحج كل عام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال إن الله فرض عليكم الحج فحج بس وسكت. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لو قلت كل عام لوجبت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم. كل ما سكت عنه الله سبحانه وتعالى فهو مباح. والله عز وجل سأل عن أشياء سكت عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان. ربنا ما ينسى يا أخوان، ربنا ما ينسى، ولكن سكت عن أشياء. هذه الأشياء التي سكت عنها سبحانه وتعالى سكت عنها رحمة بنا تخفيفا علينا. فإذا سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء التي سكت الله عنها ربما حصل بذلك تشريع فيحصل تجديد. فالقاعدة عند أهل العلم إذن أن كل ما سكت عنه الشارع فهو مباح. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كيف أهلك الذين من قبلنا؟ كثرة الأسئلة وكثرة الاستدراكات والتعمقات والتجديدات والتنطعات. ولهذا نحن نوصي أنفسنا وطلبة العلم أيضا من الاقتصار على الكتاب وعلى السنة، ولا نسأل أسئلة ولا نفرض أمورا لا يترتب عليها عمل، أو نسأل عن أشياء لم تقع بعد. لا ينبغي أن نشتغل بهذا، نشتغل بالقرآن وبما فيه من البيان، بالسنة وبما فيها من البيان. إذن الشيخ هشام البيلي يعطينا الكثير من الأسئلة المحرمة. أولا لا نسأل أسئلة تعمق، يعني خليك في المجمل في العام. الأسئلة التعمق لا، دي أسئلة تنطع، يعني اسأل في أمور العبادة مثلا، تصلي كم ركعة، يعني كيف تصوم، مكروه مستحب، يعني قص الأظافر في رمضان، العطر هل هو مباح ولا غير مباح، هذه الأمور ماشي. تدخل الحمام بأي رجل، الدعاء الذي تقول في الحمام، ولماذا نقول الدعاء؟ لأن هناك الخبث والخبائث في الحمام قاعدين يتلصصوا على الناس عايزين يشوفوا عوراتهم، فأنت تقول عشان تسكر عليهم. هذه الأمور ماشي، لكن أسئلة تعمق لا. إذن هذه من الأسئلة المحرمة، أسئلة تعمق. شيء آخر، لا تسألوا أسئلة ينجم عنها تشريع. يعني الله في الإسلام هو شخص ساكت ساكت وزعلان، يعني اوعى تسأله سؤال لأنه ممكن في زعل ويشرع شيء وراحت عليك. يعني هذا التصور الذي فهمته من الشيخ. الله ساكت فما تنبشوش. احنا بالمغرب نقول على سبة، على سبة، يعني هو ما تفيقه، لا 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 تنبش الله، خليه هو سايبك. حتى محمد قال داروني ما تركتكم، انا سايبكم سيبوني، داروني ما تركتكم، انا مخليكم خليوني بلا ما تجبدوني. فإذا هذا هو الفكر الإسلامي، طالما أنه الإسلام لم يتحدث عن هذا الشيء لا تسأل فيه، خليه كذا. هلك الناس، يقول هلك الناس من كثرة الأسئلة. احنا شفنا أن الكتاب المقدس يقول هلك شعبي من عدم المعرفة، بالجهل.
هلك شعبي من عدم المعرفة. في الإسلام هلك شعبي من الأسئلة، هلك الناس من كثرة الأسئلة. فكر مختلف. إذن نأتي إلى، أو يقول يعطي بعض الأمثلة لكن سنأتي إليها في التفسير. طبري للمائدة واحد يفسر هذا الأمر. ذكر أن هذه الآية أنزلت على رسول الله بسبب مسائل كان يسألها إياه أقوام امتحانا له أحيانا، وماشي المسيح كان يمتحن الناس فيها إيه، واستهزاء أحيانا، أو ماشي المسيح كان يستهزئ به الناس، فيقول له بعضهم من أبي؟ هذا صحابة، يعني كيف يستهزئون به؟ واحد يسأل عن مين أبوه، لأنه كانت بعض الأنساب مختلطة، يعني واحد يسبه الناس يقول أبوك الحقيقي فلان، وما كان لا ديني ولا أي شيء، فيقولون له بسبب انتشار علاقات كثيرة بين العرب، فكان يقول من أبي؟ حتى عمرو بن العاص مشهور أنه ليس ابن العاص، فده معروف في التاريخ الإسلامي أنه أبوه شخص آخر. فإذن فكان يقول من أبي، يسأل النبي وكان عنده الدينية هو الذي سيحدد له من أبوه، لأنه مفهومهم للنبوة كان مفهوم بدائي، فاهمين أن النبي يقعد وهو يتنبأ أبوك مين، لأنه بيعرف الغيب، هذا مفهومهم البدائي. طب محمد عوض أن يصحح مفهومهم ويشرح لهم مفهوم النبوة؟ لا، ويقول له بعضهم إذا ضلت ناقته أين ناقتي، يعني هو اللي حيبحث لهم الجي بي اس بتاعهم، اللي حيدور على الناقة أين ضاعت، وير از ماي آيفون، حتى الآن يقولون أين ناقتي. فقال لهم تعالى ذكره، لا تسألوا عن أشياء من ذلك، كما سألت عبد الله بن حذافة أياه من أبوه. عبد الله بن حذافة سأل من أبي، فقال له أبوك حذافة. إن تبدى لكم تسؤكم، يقول إن أبدينا لكم حقيقة ما تسألون عنه ساءكم إبداؤها وإظهاره. طيب من طالما أنت عارف مين أبوهم الحقيقي، ماشي هم سألوا قل لهم، طالما أنك موافق على المبدأ بتاع أنه هو ليس معترض على المبدأ، هو معترض أنه ممكن تسيئكم، ممكن تعرف أبوك الحقيقي ويؤلمك. طب الناقة إيه اللي حيؤلمني؟ أنا ضلت ناقتي سأجدها، إيه اللي حيؤلمني؟ يعني تجد حتى أسباب النزول غير منطقية. طب واحد كيف يستهزئ هو ضلت ناقته وجاي يستهزئ بالنبي؟ الناقة زي عربية، ضاعت منه عربيته ولا يجد، لا يجد سيارته. فإذا هل في واحد ضيع سيارته وجاي يسأل واحد أين أجد سيارتي للاستهزاء؟ مستحيل، يعني هو فعلا كان يبحث عن جواب. ضاعت له الناقة فجاء يسأل محمد. فإذا الأسباب النزول بتبين أنها غير منطقية. على العموم نقرأ في صحيح البخاري باب ما يكره من كثرة السؤال، هناك باب خاص إيه الأسئلة المحرمة كثرة السؤال، عن الزهري إلى آخره، أنه أن النبي خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظام، ثم قال، لاحظوا أنه في هذه الرواية هو من طلب من الناس أن يسألوا، من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. قالوا اسألوا أي شيء، أنا اليوم جاهز للأسئلة، أي شيء تسألوني قبل أن أغادر هذا المكان سأقول لكم ما هو. فقال أنس فأكثر الناس البكاء، يعني الناس ذكر أمامهم القيامة والآخرة وأشياء كثيرة، أكثر البكاء، وأكثر رسول الله أن يقول سألوني، هو الذي أكثر، سألوني سألوني اسألوني اسألوني أنا أجيبكم. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله، أنا رايح فين؟ قال النار. يعني بعض مرات يقولون لنا أن محمد لا يعلم الغيب، وبعض مرات نجد أحاديث أنه يعلم الغيب. طب إيه اللي عرفك أنه النار؟ جاء عندك جبريل وقال لك أن هذا يدخل النار؟ نزلت عليك آية كده؟ هو قاعد في المنبر قال لهم اسألون أي شيء، أنا أعرف كل شيء، أين ذاهب أنا؟ قالوا النار. إذن هذه من الأشياء لا تسألوا عنها إن تبدى لكم تزؤكم، خليك عايش وتفاجأ بالنار، خليك عايش حياتك وتكون المفاجأة النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. طب أصح، يعني هو طلع أبوه الحقيقي، يعني ما فيش أي مشكلة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني.
فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. قال فسكت رسول الله حين قال عمر ذلك. يعني عمر تاب قال لا نسألك لأن هذه الأسئلة باين أنه أغضبتك فنحن نتوب إلى الله من الأسئلة. لاحظوا أنه الأسئلة في الإسلام هي ذنب نتوب إلى الله منه، هتلاحظوها. عن أبي موسى الأشعري، وده في صحيح البخاري أيضا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني، وقوله لا تسألوا عن أشياء. يعني البخاري يفسر يضع هذا الحديث في إطار لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله عن أشياء كرهها، هو اللي كرهها مش تبدى لكم تسؤكم، هو اللي كره أن يسأل عن هذه الأشياء. فلما أكثروا عليه المسألة غضب، أكثروا عليه الأسئلة غضب ليس الله، وقال سألوني، قالها بغضب اسألوني يلا اسألوني. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل من هذه الأسئلة. يعني المعنى إذن هذه الأسئلة لا يريد محمد أن يسألها. في صحيح البخاري باب الغضب في الموعظة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي عن أشياء كرهها فلما أكتر عليه غضب ثم قال للناس سألوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال آخر من أبي؟ أبوك سالم. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. الحديث سيتكرر بنفس الشكل، يعني لا تسألوا عن آبائكم، لا تسألوا عن ناقاتكم، لا تسألوا وين رايحين، لا تسألوا عن أي شيء أنا أكرهه وأغضب، ولا تكتروا علي الأسئلة بصريح العبارة، مما يدل على أن محمد كان هو المشرع، مش بينتظر الله، مش بينتظر جبريل، كان هو المشرع. إذا غضب خلاص لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، يعني هو مصدر هذه الكراهة للأسئلة. أسباب تحريم السؤال. عن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله استهزاء فيقول الرجل من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. هذه في صحيح البخاري كتاب التفسير وسورة المائدة باب لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. إذن هناك شبه اتفاق على أن هذه الأسئلة محرمة. عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذه من الأسئلة المحرمة، ما تسألنيش كم مرة أو أي شيء. فقال رجل أكل عام؟ واحد مسكين يعني. قال لهم محمد حجوا، هو مش فاهم إمتى، مرة في السنة، مرة في 10 سنين، مرة في العمر كله، مش فاهم، رجل مسكين سأل بكل بساطة بكل تلقائية أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، زعلان هو ساكت، لا أجيبك. حتى قالها ثلاثا أكل عام؟ هو ساكت. أكل عام؟ هو ساكت. فقال رسول الله لو قلت نعم لوجبت. يعني خلي بالك بتنبشني ليه؟ تسألني ليه؟ خليني أنا ساكت أشرع عليكم، يعني خليك لطيف، ما تسألنيش أنا ساكت خلاص، ما تزعلنيش، لا تغضبني. وهذا يدل على أنه هو المشرع. لو قلت نعم لوجبت، يعني بمجرد أن أقول نعم هو لن ينتظر لا جبريل ولا الله ولا هم يحزنون، بمجرد أن يقول نعم كل عام خلاص وجب على المسلمين كل عام. ويقولون أن الله هو المشرع وكانت في اللوح المحفوظ، لا، هو من نفسية محمد وأحوال محمد ومزاج محمد. ما كانش له مزاج يتكلم في هذا اليوم. الراجل سأل 3 مرات، محمد يقول له الله خليك ما تسألش تاني، طالما أنا ما قلتش خليها واحدة، لا وجبت ولا ما استطعتم، كانت أكثر من قدرتكم. طب لا، أنت تعرف أنهم لا يستطيعون، والله يعرف أنهم لا يستطيعون، لماذا سيوجبها؟ جاوب الشخص على السؤال. ثم قال ذروني ما تركتكم، طالما أنا
لا أشرع لكم، خلوني ساكت، لا تنبشوني. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، بكثرة سؤالهم. في الإنجيل من عدم المعرفة، في الإسلام بكثرة السؤال هلك الناس واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذه في صحيح مسلم كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر. أخيرا في نفس الإطار، السنن الكبرى للبيهقي عن مكحول عن أبي ثعلبة قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رخصة لكم ليس بنسيان فلا تبحثوا عنها. يعني باختصار، كل ما جاء به تشريع تكلموا فيه، اسألوا فيه، اسألوا من غير تعمق، من بصفة عامة كده. أي شيء سكت الله عنه يعني لم ينزل فيه القرآن ما تسألوش عنه. هذه القاعدة في الإسلام. أي شيء لم ينزل فيه القرآن هو محرم، أسئلة محرم لا تسألوا عنها. هو رخص عليكم، هو ساكت عنها، فتنبشوا ليه، تسألوا ليه. هينزل تشريع ونزل آية ويفرض عليك أنك تصير تعملها وتصير عندك مصيبة، أحسن خليك ساكت. هنشوف فيديو يؤكد هذا الكلام. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. كان الصحابة أو بعض الصحابة ربما يسألون عن أشياء لم ينزل القرآن بشأنها، فيحصل أن ينزل القرآن فيضيق عليه. فالقرآن قال لهم لا تسألوا عن أشياء، خليها، خليكم طب في الواقع بتاعنا النهاردة، في الواقع بتاعنا بتلاقي ناس تسأل في تفاصيل التفاصيل، تفاصيل التفاصيل. ففي نوع من التكلف يا سيدتي في الأسئلة تجعل الإنسان يدخل في بنسميه الحرج، في المشقة. ولذلك المسلم يسأل عن الأشياء المهمة، الأشياء العامة، إنما التفاصيل التفاصيل هيضيق على نفسه. أو كانوا يسألون عن أشياء لم تقع، يقول لك لو فرضنا يا مولانا إنه حصل، ما ينفعش. العاقل هو الذي يسأل عما وقع ويسكت عما لم يقع، ويسأل فيما ينبني عليه من علم أو عمل، ولا يسأل في غيره. واحد يجي يقول لك يا مولانا هي النملة اللي خطبت القوم واسمعها سيدنا سليمان كان ذكر ولا أنثى؟ يا أخي أنا مالي، أنا مالي، ناقص تقول لي نملة فارسي ولا نملة مصري ولا نملة كبيرة ولا نملة صغيرة، أنا مالي. تفيدك في إيه المسألة دي؟ بما تفيدك، بما تفيدك. إذن الشيخ سالم عبد الجليل يعطينا قائمة أخرى من الأسئلة المحرمة. السؤال عما وقع، أما ما لم يقع بعد فحرام السؤال فيه، وبهذا يكون قفل الباب أو أغلق الباب على مسألة الفرضيات وعلم المنطق وكل هذه. الفرضيات جزء من العلوم اليوم. نفترض الناس تجد حلول لتوقعات، حتى في الأرصاد الجوية، حتى في أشياء يتوقعون كوارث، يتوقعون يعني أشياء كثيرة، زلازل يتوقعون، هو لم يقع، ويطرحون أسئلة: ماذا لو وقع كذا، ماذا لو حصل كذا، ماذا. فمن بين الأشياء أنه ما لم يقع جزء من حياتنا اليومية أيضا. فإذا الشيخ سالم يقول لنا أنه هذه قاعدة على فكرة فقهية، أنه كل ما لم يقع، وهذا سنرى بعض الأقوال فيه، كل ما لم يقع يحرم السؤال فيه. طيب بعض الأشياء الأخرى، ما لا ينبني عليه عمل، وهو قال أنا مالي نملة ذكر ولا أنثى. طيب ما هذا جزء من القرآن، وجزء من الحديث، وجزء من التفسير. مثلا تفسير ابن كثير لسورة النمل 18 يقول: قالت نملة يا أيها النمل، هذه في سورة النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول في تفسير الآية عن قتادة عن الحسن أن اسم هذه النملة حرس،
اسم النملة بتاعت سليمان حرش، هذا في تفسير ابن كثير، وهو من المفسرين المحترمين في العالم الإسلامي ومن أمهات الكتب، وأنها من قبيلة. منين هذه النملة؟ من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان، أيوة، وأنها كانت عرجاء. مهم هذا التفصيل، أن هذه النملة كانت عرجاء، ما أعرفش كان عندها عكاز أو كانت تمشي هكذا، ما أعرفش، لكن هذا التفصيل. أنها وكانت بقدر الذئب، ده مش نملة يعني، دي كبيرة يعني، نملة كبيرة، أي خافت على النمل أن تحطمها. ما هو هذا جزء من تورتكم يا أخي، عندما يقول القرآن عن أصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط وأنا مالي، ماذا سيستفيد مسلم من معرفة أنه كلب أصحاب الكهف كان باسط ذراعيه؟ ماذا سيستفيد مسلم؟ في الحديث يقول أن محمد كان جالس وسمع شيء وقع، فقال لهم أتعلمون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أنه حجر صار له 70 خريفا وهو يهوي، الآن وصل إلى قعر جهنم. ماذا استفيد كمسلم من هذا الحديث؟ ما أشياء كثيرة، لو ذكرت هذه الأشياء، يعني الحمار لما ينهق رأى شيطان، ماذا استفيد أنا كمسلم؟ الديك لما يصيح رأى ملك، ماذا تستفيد؟ قل لي ما هو العمل الذي يترتب عليه أنك لما تعرف هذه المعلومة؟ عندما يؤذن المؤذن الشيطان يهرب وله دراط، ماذا تستفيد من هذه المعلومة؟ ما هو هذا هو الدين الإسلامي، هو يريدون أن يضعوا قواعد وينسون أن جزء من الإسلام هو هذا. خليني أخذ أول مكالمة من الأخ سمان من بريطانيا. أهلا بك. ألو، تفضل أخي، تفضل. أنا مرة سابقة في السنة الماضية تكلمت معك في حلقة أخطاء النسخ. نعم، أهلا بك مرة أخرى. شكرا. نعم، تفضل. أنا مو عربي. مش عربي، حضرتك كردي؟ إيه نعم. أهلا بك، ما فيش مشكلة، ممكن تتكلم بأي لغة ونساعدك. شكرا. والله أخ رشيد، حقيقة أنا أرى أن الإسلام لا يصمت أمام التساؤلات. صح. يعني أنا حوالي سنة متابع جيد لبرنامجك. نعم. وعلى يوتيوب. يعني لا أجد إجابات مقنعة. نعم. لهذه التساؤلات أنت تطرحها. يعني بشكل عام في برنامج قناة الحياة. نعم. ولذلك يعني يحرمون يعني الشيوخ يحرمون التساؤلات. صح. صح. وليس الشيوخ فحسب، حتى الإسلام نفسه يحرم التساؤل. بالضبط. طيب هل ما هو موقعك الآن أخ سمان؟ هل قرأت شوي عن المسيح وتريد أن تصير مسيحي، أم لازلت في إطار البحث بين الاثنين؟ لا زال في البحث. ممتاز، لكن أنت في الطريق الصح ما دمت في طريق البحث. شكرا. عارف. بس بصراحة أنا قريب من أحمد قبنجي لحد الآن. أحمد القبنجي أنا بتابع فيديوهاته، لكن أجد الشيخ أحمد القبنجي هو ليس له من الإسلام إلا الاسم، هو يعني ضرب كل الإسلام في صفر يعني. بالضبط. والله أنا تابعت كثير من حلقاتك وحقيقة أنا استفدت كثيرا. العفو، نحن في الخدمة وعلى الرأس والعين. نعمل أي شيء لمساعدة أشخاص مثلك، وأنا في ناس ساعدوني عندما كنت أبحث، فأنا أؤدي فقط ما استفدت منه. لأنك يعني تبحث بشكل علمي أكاديمي وبحث أكاديمي جيد. هذا شرف لي أن أسمع هذا الكلام، شرف لي. أشكرك أخي سمان. رشيد. نعم تفضل. عفوا، بس أنا في قناعتي يعني تقريبا وصلت إلى قناعة إلى أن تبحث في 3 حلقات. نعم. محمد بين الطب والنبوة. صح. برنامج يعني في غاية يعني أهمية.
تقريبا هذا هو يعني هذا هو وراء يعني نبوة محمد. صح أنا في رأيي. وأنا أشجع كل مشاهد لم يرى هذا يبحث عنه في موقعنا أو في اليوتيوب، سيجد محمد بين الطب والنبوة، سيجد الجواب الكافي، هل محمد كان نبي. وأنا أشكرك أنك نبهت على هذا الأمر. نقطة أخرى أخ رشيد. نعم، نحن ترجمناه بالإنجليزي على فكرة، موجود بالإنجليزي. نعم بالضبط. نقطة أخرى، أنا بحثت في إيميل قبل عدة شهور. نعم. يعني اقتراح في برنامج إذا ممكن تكلم عن سبب حروب الإسلام ضد اليهود. حاضر حاضر. أنا شخصيا أنا يعني تابعت في سيرة صحيحة. نعم. يعني لا أجد أي مبرر لقيام هذه الحروب والأشياء. حاضر. فإذا ممكن في برنامج تكلم عن شوية تفصيل عن غزوات مثل بني قريظة، قينقاع، خيبر. وشكرا لك. شكرا لك. شكرا لك على المداخلة الرائعة، وأشكرك على متابعة البرنامج، وأنت صديق وفي البرنامج، وأشجعك على البحث. خلينا نعود لشيء مهم. من بين الأسئلة المحرمة السؤال عن الله. تعرف أنه جزء كبير من الناس، إن لم أقل كل الناس، يتساءلون عن الله. من هو الله؟ كيف شكله؟ حتى عندما كنا أطفالا صغارا نتساءل، لا نقبل كل شيء كمسلمات. من هو الله؟ هل سبق لأي شخص أن رأى الله؟ كيف شكله؟ أين يوجد؟ كيف يسمعنا؟ كيف يتواصل معنا؟ كل أسئلة هي موجودة عنا، شئنا أم أبينا. لكن الإسلام يصورها أنه من الشيطان. لاحظوا أنه أنا أقول أنها جزء من بنية الإنسان، احتياجه لشيء معين أو سماعه من المجتمع لهذا الكائن الموجود الذي يسمى الله، فيطرح لديه أسئلة كثيرة. عن عبد الله بن عبد الرحمن سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ صحيح البخاري باب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألكم. البخاري صنف هذا الحديث في إطار الأشياء التي لا ينبغي أن نسأل عنها، إن تبدأ لنا تسؤنا، وفي إطار باب ما يكره من كثرة السؤال. هذه من الأسئلة الممنوعة المحرمة في الإسلام. ما تسألش من خلق الله، وما تسألش يتساءلون حتى يقول هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا عندما تصل لهذه الدرجة من التسلسل للأسئلة، أنت إذا تستمع لوسوسة الشيطان. الأسئلة المحرمة نفس الصيغة لكن بصيغة أفضل وبصيغة أوضح. صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة، لاحظوا، في الإيمان وما يقوله من وجدها. يعني الأسئلة هي وسوسة من الشيطان، وعندما تجد هذه الأسئلة في نفسك تقول قول إسلامي حتى تستعيد بالله من الشيطان الرجيم، حتى تذهب هذه الأسئلة، يذهب الوسواس، يذهب الشيطان. يعني عندما تقرأ عن أنس بن مالك عن رسول الله قال قال الله عز وجل، هذا الحديث على لسان الله، حديث قدسي، قال الله عز وجل إن أمتك يا محمد لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا. هذه من الأسئلة المحرمة، ما كذا ما كذا، يعني ما تقولش ما هو الكون، من خلق الكون، كيف وجد الكون، أصل الكون، هل هو، لا، هذا ما كذا ما كذا، لا تسأل ما كذا ما كذا، حتى يقولوا هذا، حتى يصلوا لهذه النتيجة، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وصلت لهذا؟ لا لا لا، هذا من الوسوسة من الشيطان. يعني الفلسفة نضربها في الصفر، ما فيش فلسفة، لأن الفلسفة بنيت على هذا الأمر. ما فيش فلسفة في الإسلام، ما فيش منطق حتى، ما
تسلسل، وقاعدين يقولوا لنا الإعجاز العلمي ومش عارف ونظرية الانفجار الكبير البيج بانج وكذا أنه تتوافق مع القرآن. يا أخي قال لكم الله نفسه في هذا الحديث القدسي لا تقولون ما كذا ما كذا ما كذا حتى تصلوا إلى هذا خلق هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، لا تقولوا ما كذا ما كذا. الأسئلة وسوسة من الشيطان. صحيح مسلم في نفس الباب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله يأتي دي أوضح يأتي الشيطان الشيطان جاء لأحدكم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا تعرفون ما مصدر هذا السؤال؟ الشيطان، مصدره الشيطان. الشيطان هو اللي وضع في دماغك أن تقول من خلق كذا وكذا. من خلق الأرض؟ هل جاءت بالصدفة؟ أم جاءت من انفجار كبير؟ أم جاءت لا 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 هذا من الشيطان، لا تسأل هذه الأسئلة حتى يقول له، يعني الشيطان يبقى يوسوس لك من خلق كذا وكذا من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك؟ عندما فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله ولينتهي. عندما تصل لهذا السؤال وقف، خلاص وصلت للخط الأحمر، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الشيطان جالس في دماغك قاعد يوسوس لك، استعد بالله وطرده من دماغك وخلاص انتهيت حليت المشكلة. يعني بصراحة اضغط على زر أوف، اضغط على زر أوف، دماغك بيشتغل، دماغك هو الشيطان، دماغك يسألك من خلق الكون، كيف أتى الكون، كل هذا الميتافيزيقيا، لا هذا الميتافيزيقيا من الشيطان كلها، العلم الميتافيزيكس من الشيطان كله، لأنه هو مبني على من خلق كذا وكذا وكيف وجد كذا وكذا. خليني أخذ بعض المشاهدين. الأخ نعمان من أوروبا أهلا بك. سلام الرب يسوع لك يا أخي رشيد وإلى كل المشاهدين في كل أنحاء العالم. سلام المسيح لك وأشكرك على هذا السلام الرائع. شكرا أخي. يعني نبدأ من النمل علميا طبعا لا يتكلم، وهذه خرافة يهودية صح، وجدت في أساطير وخرافات اليهود ليس لها أي علاقة بالكتاب المقدس، ونحن وضحنا ذلك في حلقة من حلقات سؤال جريء. نعم. والنقطة الثانية، الأخ كاكا سمان قال شيئا رائعا، أن مطلق إنسان مسلم يسأل شيخا لعدم قدرة الشيخ على الإجابة فيسكته ويقول له إلغي عقلك، لا تسأل عن أشياء، فيعني نقطة على السطر. بالنسبة لي لنا كمؤمنين مسيحيين، الرب يسوع المسيح كما أنت ذكرت دائما كان يقول فتشوا الكتب، وحتى قبيل مجيئه الثاني يقول سوف يحدث كذا وكذا إلى أن يصل ليفهم القارئ. ليفهم القارئ. والرب الإله كان يقول دائما هلك شعبي لعدم المعرفة. ابن رشد كفر، الكثير من المفكرين كفروا عبر التاريخ الإسلامي. ونعم كما ذكرت يا أخي أن التعاليم الإسلامية أدت إلى تدمير منهج سقراطس وأساس الفلسفة وأساس العلوم التجريبية. والغزالي أبو حامد الغزالي هو نسف الفلسفة في أحياء علوم الدين، وقال أنه الفلسفة هي ضد، يعني ضد الإيمان، وأنه خلاص لازم تقديم النقل وليس العقل. نعم الغزالي مجد في الإسلام، ولكن يعني لأنه كان يساير الطغمة الحاكمة. ولكن هنالك سيتات رائعة جدا، وليس بحديث شريف طبعا، قرأناه في كتاب الفهرست لابن النديم وبالتحديد في الفصل الأول، وأتمنى من كل أخ مسلم أن يتعلم هذا ما يسمى بالقول المأثور السيتات: من تمنطق فقد تزندق. صح هذا موجود في كتاب الفهرست لابن النديم.
نعم. لئلا أطيل الكلام يا أخي أشكرك على هذه الحلقة أيضا وعلى كل الحلقات. الله يخليك. والرب يستخدمك لمجد اسمه في كل بقاع المعمورة. أشكرك. ولك أجر كثير في ملكوت السماوات يا أخي. أنت وكل طبعا الإخوة الذين ينادون ببشارة الإنجيل. الله يخليك. ويكون معكم. شكرا. أشكرك. أشكرك على هذه المكالمة. نأخذ الأخت حفيدة من سويسرا. أهلا بك أختي حفيدة مرة أخرى في برنامجك. ألو مجد للرب. على السؤال حرام في الإسلام؟ نعم. بطبيعة الإسلام دائما منوع الأسئلة حتى على الأطفال. أنت تعرف لا نستطيع طرح أي سؤال لا في الجنس ولا في الدين ولا أي شيء. صح صح. وأنا ذاك حتى الشيوخ غير مؤهلين للإجابة. نعم. عشان كده أنا قلت لك أول مرة اللي كنت غيرت الإسلام على الكاثوليك لأن ما لم أجد أي سؤال جواب على أي سؤال. صح. لا في القرآن لا في الأحاديث لا في شيء. ولو لو لو كيف تفسرين إنه الآن نعرف السبب لأنه السبب في النصوص؟ يعني عندما تذهب لشيخ وتقول له مثلا هل الله موجود سيقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف تطرح هذا السؤال؟ أيوة. هل محمد رسول؟ ربما ليس برسول، يقول لك أعوذ بالله. أيوة حتى في المغرب أنا كان أتذكر لم عندما أسأل أي سؤال يقولوا لي الله يسمح لنا ويغفر لنا. يعني هو لأنه الإسلام صور لهم أن هذه الأسئلة من الشيطان. من الشيطان، حتى كما قلت يا أبو حتى حسب الكلب لما ينبح يقولوا كتهرب الملائكة. صح. ولما نسأل لماذا أين هي الملائكة لا 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 حرام ما خصكش تحضر. صح. أما في الكتاب المقدس ماشي هكا. عندي واحد في الأصحاح السادس في إنجيل متى قال لك أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. إيوا لما رب يسوع لازم باش نسأل أي سؤال في الكتاب المقدس يشجعنا بنطرح الأسئلة. نعم. رغم أنه الآية هي عن سؤال العطاء، يعني أنه تسأل بمعنى ليست بمعنى طرح الأسئلة، لكن على العموم أنا أتفق معك على المبدأ أنه المسيح شجع على الأسئلة. ولو رجعنا لنقاشه مع الفريسيين كان دائما يأخذ سؤال ويجاوبهم ويطرح عليهم سؤال. مثلا لما سألوا أنعطي الجزية لقيصر أم لا نعطي الجزية، رغم أنه كان بيج يعني كان فخ، قال لهم لمن الصورة والكتابة، وخدم شغل المنطق لمن الصورة والكتابة، لم يقل لهم لا تسألوا عن أشياء أيها المنافقون، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. في القرآن لا يجوز لنا بتاتا أسئلة ولو أسئلة عادية حتى كيف نصلي كيف لا 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 هكذا مكتوب وهكذا نبقى عليه هكذا سوى. نعم. في البابوز بوكتيسيون. أشكر. على هذا نيت على هذا المنوال هذا اللي احنا فينا عاوزين نعرف كل الحقيقة. لهذا تركت الإسلام لما أسأل لا أجد جواب. صح. والإسلام لا يشجعك على السؤال أبدا، يعني عندما تتعلق بالعقيدة وبهذه الأمور أبدا. لكن تسأل كيف تتوضأ، ماشي سيعلمك الشيخ كيف تتوضأ، أو مثلا كيف تصوم كيف تصلي، هذا مش مشكلة لأن هذه من الأمور العامة. لكن أسئلة التعمق، أسئلة تتعلق بالعقيدة، ستجد الرفض من المجتمع ومن الشيوخ ومن كل شيء، وأصلها في الدين. أيوة هي جزء كفر تقريبا كفر. صح. أشكرك أختي حفيدة، أنا أشجعك دائما على الاتصال بنا وأنت صديقة لأن وفية للبرنامج. مرسي أختي. بارك الله فيك. نأتي إلى حديث آخر في صحيح مسلم. إذن القرآن ينهى عن السؤال، تفسير القرآن ينهى عن السؤال، الشيوخ
ينهون يؤكدون نفس الكلام رغم اختلافهم في أسباب النزول. هذا لا يهم، المهم أنه هناك أسئلة كثيرة محرمة. من بين الأسئلة المحرمة، إذا جاءتك الأسئلة قل آمنت بالله، يعني هذا هو الجواب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله، يعني نفس القصة، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. سكت نفسك عندما تجد الأسئلة في نفسك، يا إما قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إما قل آمنت بالله. يعني اعمل مخدر، خد حبة اسمها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو اسمها آمنت بالله، خد هذه الحبة مسكنة. لا تبحث عن أجوبة، لأن ذلك سيشككك في نبوة محمد، سيشككك في القرآن. لا، عندما يقال من خلق الله انتهينا، خلاص اذهب للشيخ وقل له: هل الله موجود؟ هل محمد نبي؟ كيف نعرف أنه نبي؟ ربما ليس بنبي، ربما كان عنده مرض الصرع كما قلنا، سيقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث يحرم الأسئلة، نوع آخر من الأسئلة التي يمكن أن تؤدي لتشريع. هذه مصيبة كبرى، أكبر مصيبة أنا شفتها الآن في الإسلام، من أكبر المصائب طبعا في كتير، لكن من أكبر المصائب هذا الحديث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي قال: إن أعظم المسلمين جرما، المجرم الكبير في المسلمين، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. الله 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 الله، أعظم المسلمين جرما، أكبر مجرم في الإسلام، من سأل عن شيء، يعني أكبر مجرم هو سائل، مجرد سائل، مش إرهابي، ليس بن لادن، ليس الظواهري، ليس المفجرون الذين يفجرون أنفسهم ويقتلون الأبرياء ويقتلون النفس ويغتصبون الأطفال ويغتصبون البنات، لا لا لا، هذا ليس أعظم المسلمين جرما، في أعظم منه، أعظم من الإرهابي، أعظم من القاتل، أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء، هو مجرد سائل بيستخدم كلامه فقط، لا سلاح ولا أي شيء، من سأل عن شيء لم يحرم، سأل عن شيء ما كانش حرام، لكن بسبب سؤاله، لأن الله ساكت ونبشه فحرم من أجل مسألته، نزل تحريم من محمد أو من الله كما يقولون، نزلت آية أو حديث وصار هناك تشريع بسبب سؤاله، هذا مجرم. يقولون: لا تزر وازرة وزر أخرى. طب افترضوا أنا مسلم، واحد سأل محمد ومحمد كان غضبان وشرع بسببه، أنا مالي؟ لماذا أخذ ذنب هذا؟ شرع له هو، بينك وبينه يعني، قل له هذا مفروض، الذي سأل أكل عام؟ قل له كل عام عليك، أو سيب المسلمين التانيين، لا تزر وازرة وزر أخرى، ما يأخذش المسلمون وزر هذا الشخص. طيب نجيها من أنا أوريك، فقط أعرض أوجه التناقض مع هذا الحديث. طيب تقولون أن الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ وعمل الشرائع منذ الأزل وأنزل منجما فقط لحكمة يعلمها هو، فيها كل التشريعات إذن. طيب لماذا سيلوم هذا الشخص الذي كان التشريع بسببه؟ لماذا يكون أعظم المسلمين جرما؟ هذا معناه أن الله ليس هو المشرع، وأن الله ما عندوش شريعة عملها من قبل، لكن هو مستني، هو ساكت والناس تنبشه، فهو من شدة غضبه لسبب أسئلة الناس وكثرتها يشرع لهم. طيب سألت كل عام، خلاص أهي كل عام شرعت عليك، هذه حرام، أنا ما كنتش محرمه، طالما سألت أهي حرام وصرت أنت المجرم. معناه أن الله لم يكن لديه شريعة، ما عندوش خطة، مش هو البادئ، مش هو اللي أخذ المبادرة وعنده شريعة، لا هو مستني الناس. وإلا لماذا يلام الشخص الذي سأل؟ لماذا يعتبر مجرم لو كان الله هو جهز التشريعات منذ الأزل وأنزلها منجمة للمسلمين في 23 سنة بوجود محمد في دعوته؟ إذن لا يلوم هذا الشخص، هو سبب فقط لإنزال هذه التشريعات.
هناك تناقضات كثيرة في هذا الحديث. نشوف فيديو سيوضح فيه الشيخ محمد حسان هذا الحديث، وأيضا الشيخ أبو إسحاق الحويني وهو محدث كبير، وهم من كبار علماء المسلمين الآن على الفضائيات وعلى النت، يوضحون هذا الحديث. اسمع مني، وأظن أن كثيرا من الأمة سيستمعون هذا الحديث الليلة لأول مرة. هل تعلمون من أعظم المسلمين جرما؟ يا إلهي، سؤال خطير جدا يا شيخ. أوالله، من أعظم المسلمين جرما؟ مين ده؟ هتقول لي بقى ده رجل التل أتلة، ده رجل عدد ما شئت من الصفات. لكن اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المسلمين جرما، والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. هل تتصور هذا؟ رجل سأل عن مسألة، عن شيء لم يحرم، سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته، هذا أعظم المسلمين جرما. فالحديث معناه أن، وهو مختص بزمان النبوة، أن رجلا ممكن يسأل سؤالا ثم يكرر هذا السؤال مرة أخرى ثم يكرره مرة أخرى فيحرم الله عز وجل على المسلمين شيئا كان حلالا لهم بسبب تعنت السائل، زي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فكرر السؤال: أكل عام؟ سكت. فكرر السؤال: أكل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، أي اتركوني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فلو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكرار هذا السؤال مرة بعد مرة قال: نعم الحج كل عام، الحج كل عام، يبقى ده مشقة ولا لا؟ فيبقى لو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الحج كل عام، يبقى هذا الذي تعنت وسأل أكثر من مرة هو أعظم الناس جرما في المسلمين. ليه؟ كان الله عز وجل قد عافاهم من شيء ففرضاه عليهم بسبب إيه؟ بسبب كثرة ترداد السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: ذروني ما تركتكم، أي اتركوني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أهو ده معنى الحديث؟ والله أعلم. والله أعلم، تعجبني هذه والله أعلم. يعني أنا قلت لكم ما أعرف ويمكن يكون مش صح، يعني لأن ده معنى الله أعلم، الله هو اللي عارف المعنى الحقيقي. أنا أقول لكم ما فهمت والله أعلم في الأخير. المهم، والله أعلم، والله أعلم بالأمة الإسلامية، والله أعلم بحالها من هذه التشريعات. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. تعرفون أن هذا الحديث دليل آخر على أن المشرع كان هو محمد وليس الله، لأن الله لو هو المشرع كانت التشريعات موجودة منذ الأزل، وقرر في وقت زمان البشرية أنه ينزل هذه التشريعات لإصلاح أحوال المجتمع والسير قدما بهذه البشرية. لكن أنه يزعل ويغضب من المسلمين الذين يبحثون في تفاصيل التفاصيل ويدفعونه إلى التشريع والتحريم وينعتهم بالجرم، هذا تفكير إنسان، هذا تفكير محمد. يعني أنا ساكت وأنتم تنبشونني حتى آتي بتشريعات جديدة، وهذه التشريعات تضيق عليكم
وأنتم لا تستطيعون احتمالها فداروني ما تركتكم، خلوني خلوني أنا ساكت. طب عيشوا حياتكم يعني، لا تدققوا لي. فهذا تفكير بشري، هذا تفكير محمد. صحيح البخاري، وهذا الحديث موضوع في صحيح البخاري، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. إذن كل شيء يدخل في هذا الإطار. أنا لا يمكن أن أسأل عن أي شيء لم ينزل فيه القرآن. كان الصحابة في عهد محمد لا يمكن أن يسألوا عن أي شيء لم ينزل فيه القرآن، مخافة أن ينزل تشريع به ويصيروا هم المجرمون. إذن لا يمكن. كل الأسئلة الثانية هي محرمة. إذن نشوف نفس في مسند أحمد، نفس الحديث يتكرر بصيغة أخرى عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال قال رسول الله إن من أكبر المسلمين في المسلمين جرما رجلا سأل عن شيء ونقر عنه حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم من أجل مسألته. أهو نفس الكلام. لكن نجد الغريب أنه نجد في القرآن أسئلة. إذن كان هناك مسلمون أعظم جرما في المسلمين مثلا، ويسألونك عن المحيض، أهو سألوا عن المحيض، نزل تشريع قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن المسلمون الذين سألوا هذا السؤال ونزلت بسبب هذه الآية، ما كانت ستنزل بحسب الحديث الفائت. هذه الآية داروني ما تركتكم، هذه كانت في تركتكم، لكن هم سألوه عن المحيط نزل تشريع. السائلون مجرمون من أعظم المسلمين جرما، لأنه سألوه عن المحيط، كان المحيط حلال أنه تجامع النساء في المحيط. داروني ما تركتكم، أنتم بحثتم في تفاصيل التفاصيل، أهو خذوا قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. يسألونك عن الساعة، أهو أيان مرساها، أهو تشريع أو إخبار، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها، ما فيش علم للساعة خلاص. يسألونك ماذا أحل لهم، يسألون عن تشريع أعظم المسلمين جرما، قل أهو تشريع أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألون عن تشريع، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. كل المسلمين الذين سألوا هذه الأسئلة هم مجرمون ومن أعظم المجرمين بحسب الحديث. وهذه الآيات ما كانت ستنزل، كانت في إطار ما سكت الله عنه، لكن بسببهم الله يسامحهم، الله يسامحهم، نزلت هذه الآيات بسببهم. هذا هو تفكير محمد أو التفكير الإسلامي. يعني لولاهم ما كان حيكون فيه. لا، هناك شيء أكبر، تحريم الخمر. عمر سأل عن الخمر، هل عمر أعظم المسلمين جرما؟ في تفسير الطبري للمائدة 91 عن أبي ميسرة قال قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الخمر كانت حلال، داروني ما تركتكم، كان تاركهم اشربوا اسكروا ما فيش اي مشكله، ما تبحثوش عن تفاصيل، لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، حمنعها عنكم، خليك عمر ساكت. قال عمر لما قال لمحمد اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، قال فنزلت ألها عمر، نزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما فيش تحريم، أهو فيهم إثم وفيهم منافع. قال فدعي عمر فقرأت عليه. عمر ما كانش مكتفي بالجواب، شاف أن الجواب فيه فيها نفع وفيها يعني ما فيهاش جواب واضح، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية اللي في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أهو نزل تشريع حتى تعلموا ما تقولون. قال وكان منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي إذا حضرت الصلاة لا يقربن الصلاة السكران. قال فدعي عمر فقرأت عليه، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قال فنزلت الآية التي في المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون إلى آخره، إلى قوله فهل أنتم منتهون. فلما انتهى إلى قوله فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا. إذن سبب تحريم الخمر هو عمر، الخمر كانت مما سكت الله عنه. أعظم المسلمين جرما في مسألة الخمر هو عمر بن الخطاب بحسب الحديث الصحيح. نعمل فيه إيه عمر؟ خلينا نأخذ باسم من مصر، أهلا بك أخ باسم، تفضل أخ باسم، يا ريت تسمعني من التليفون مش من التلفزيون. أخ باسم من مصر أهلا بك، خلينا ننتقل لمشاهد آخر. الأخ أبو بكر من إيطاليا أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا تفضل. أهلا أبو بكر من مصر. أولا عن طريق قناتكم بحب أن جميع الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك وكل عام والأمة الإسلامية بخير. الله يخليك. أولا أنا حبيت أعقب على سؤالك بتاع أين 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 الله. نعم. أين الله في حديث عن رب العزة، قال حديث قدسي، قال إن أنا الأول بلا بداية وأنا الآخر بلا نهاية، فكروا في صفاتي ولا تفكروا في ذاتي، فالتفكير في صفاتي إدراك والتفكير في ذاتي إشراك. يعني في الأخير يعني رجعنا لنفس النقطة، ما تسألوش في ذات الله. لأن ذاته أعلى من أي شيء، ده معروفة. ازاي معروفة؟ مش معروفة يا أخي، يعني معروفة عندك. سؤال. أنا قلت بوجه لك سؤال، من هو الآب ومن خلقه؟ ما أنت زي ما تسأل إله المسلمين فين ومن خلقه، برضه إحنا بنسأل من هو الآب ومن خلق الآب. ما عنديش مشكلة، أنا الفرق بيني وبينك في هذه اللحظة أنا أعطيك الحق في هذا السؤال وأنت تعتبره وسوسة من الشيطان. هل لو سألت من خلق الله هل هذا السؤال جائز عندك أم هو وسوسة من الشيطان؟ جاوب. سؤال جاهز ورد موجود، ما قلت لك الرد بتاعه حديث قصة. لا 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 هذا مش رد، الحديث ينهى عن السؤال. لا ما لا ينهى عن السؤال، مين قال ينهى؟ من قال؟ لا 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 استنى استنى استنى. إن الله تعالى استنى. كان ولا مكان وهو على لا لا لا. قبل خلق يا المكان أخي. لا يحويه مكان ولا يحده زمان. هذا ليس جواب على لو كان كيف كان يكون، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول. يا أخي يا أخي الحديث أولا تفكروا في ذات الله ليس حديثا صحيحا، أولا يعني حتى أتيك من الأخير ليس حديث صحيح، مع ذلك خليتك تستخدمه. ثاني شيء الحديث يقول، الحديث الصحيح صحيح مسلم يقول يأتي الشيطان أحدكم، الشيطان بيجي للواحد منكم فيقول من خلق كذا وكذا، حتى من خلق كذا وكذا، ده مش الله، ده بس الكون مثلا أي شيء في الكون، ده من الشيطان، حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله. ما قالش ها هو الجواب على سؤاله أجيبه عن سؤال، لا استعد بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان، لأن الذي أتى بالسؤال في ذهنك بحسب الإسلام هو الشيطان. يا رشيد كلنا نعلم الحقيقة فيه، إنه كلنا نعلم من الله، بس للأسف يعني هؤلاء العلم بالشيء ده أنت لا تتطرق للحديث إطلاقا. كلنا نعلم من هو الله يا أخ أبو بكر، نعلم من هو الله، بس للأسف أخ أبو يعني بكر الله يخليك. كثرة الكلام لا تعني أنك جاوبت، كثرة الكلام لا تعني أنك جاوبت، وتجاهل سؤالي لا تعني أنك جاوبت. أنا قلت لك حديث وبقول لك إن الله تعالى، وقلت لك أن هذا الحديث ضعيف، لا يحويه مكان ولا يحده زمان. هو ترديد الكلام في العرف الإسلامي جواب؟ يعني أنا مجرد أحفظ حديث وأجي أردده في قناة ده جواب؟ ده منطق؟ يعني مجرد أنا أقول أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم خلاص أنا جاوبت؟ لا، أنت رددت كلام، أنت لم تجيب إطلاقا. يعني الواحد يشغل، ما هو المشكلة أنه الآن نتحدث عن استخدام العقل. لما أقول لك يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، أهو الحديث يقول لك أن هذه الأسئلة من الشيطان، جاوب على هذا الحديث، ما رأيك ما جوابك؟ ومش
مش كل ما يسأل به الشيطان ما احنا كده هنمشي وراء الشيطان، احنا بنمشي وراء الإسلام وليس وراء الشيطان، احنا بنمشي وراء الإسلام. مش كل ما يسأل به الشيطان ليه حل، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الكون وقدر الكون وخلى إبليس، إبليس هو قال لربنا سبحانه وتعالى فجعلنا من شوف كم مرة ردد سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، هو فاكر أنه ترديد صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى حتقنعني أو تقنع المشاهدين، دي مجرد ترديد. نحن أمة مرددة، نحفظ ولا نفكر، نحفظ نردد القرآن ونحفظ الأدعية ونحفظ كل شيء. طيب أنا سألتك، خليني أسألك سؤال، جل جلاله أيوة ده جواب تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم، دي أجوبة، دي تعويدات طلاسم حفظونا إياها بترددها من غير ما تشعر، صرت روبوت يا أخ أبو بكر، صرت مجرد روبوت. اديني الفرصة أكمل لك كلامي. أديك فرصة، أديك فرصة تجاوبني مش تردد. مش مشكلة الحوار، ما لا خليني أسألك سؤال، هل سؤال مثل من خلق ربك من العقل أم من الشيطان؟ تفضل، سؤال واضح. سؤال من خلق ربك؟ نعم. سؤال له إجابة. بالعربي يا أخ أبو بكر، بالعربي، من خلق ربك؟ عندك اختيار واحد من العقل، اختيار اثنين من الشيطان. إن الله تعالى كان ولا مكان وهو على مكان. أيوة ردد ردد. أيوة. مكان. أيوة الترديد. أيوة الترديد. وما هو كائن وما لا يكون. أيوة. قلوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيوة. فكر في الكلام ده وأنت تعرف من هو الله. طب أنا مديك اختيارين، ما ترددش، أنت حاول، حاول معي، أنا أعمل معك تدريب في هذه الحلقة، حاول، انسى الترديد اللي حفظوك الشيوخ، سيبه، أهو الترديد حنحطه اليوم. طب أسيب الترديد، الله يخليك. أنا هعمل تجربة على الهواء، إنه المسلم اليوم مسلم سيفكر، لن يردد، أهو. تحدى العالم كله أنك لا تردد. أنا مديك اختيارين، من خلق ربك من العقل أم من الشيطان؟ من خلق ربي أنا مش عارف، أنا من خلق ربي، أنا قلت لك حديث قدسي وقلت لك حديث، حديثين مش حديث واحد، أنت فكر في الحديثين وأنت هتعرف، فكر وانت الأسف أنا اللي فكر أنا اللي فكر كلمة كلمة وأنت توصل من هو خلق ربي من الشيطان أم من العقل؟ الحديث كلمة كلمة وأنت تعرف من هو خلق ربي. أنا ما بقولك جاوب هذا السؤال، هل هو من العقل أم من الشيطان؟ سؤال كان من العقل وإن كان من الشيطان له إجابة على العموم، إحنا للأسف إن كان من العقل ومش حتى أشكرك، أشكرك لأنك أثبت للمشاهدين أنه ما أقوله حق، المسلم يردد ولا يفكر لأن الإسلام منع عنه التفكير، وهذا نموذج حي شفناه مباشرة على الهواء. إلى ماذا أدت هذه التشريعات؟ صحيح مسلم كتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام، لاحظوا أنه باب السؤال عن أركان الإسلام، عن ثابت عن أنس، لاحظوا منع محمد للسؤال خلى المسلمين عندهم هذه المشكلة، عن ثابت عن أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء، أي شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، كنا إحنا محرومين نسأله، نقعد ساكتين نردد، هو يعلمنا ونردد زي مثل الأخ أبو بكر، هو يقول لنا وإحنا نردد لا نسأل عن أي شيء، فكنا نستمتع لما يجي واحد مش عارف هذه القاعدة من البادية يجي يسأل لأنه ما سمعناهاش، فإحنا نستمتع لأنه حنسمع أجوبة، لأول مرة حنشوف واحد يسأل والنبي يجاوبه، لا مساكين مقموعين، قاعد أنس بن مالك يقول نهينا. طب إيه النهي تاني؟ ابن عباس نهى عن سؤال أهل الكتاب، حتى ما تسألوش أهل الكتاب، عن عبيد الله ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا، أو اتهام، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟
ما جاءكم من العلم يعني القرآن، العلم هنا هو القرآن. يعني ألم يمنعكم القرآن عن مسألة أهل الكتاب؟ ما تسألهمش. لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. صحيح البخاري باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، يعني ما تسألوش حتى الناس التانية، اكتفوا بترديد القرآن والحديث، ما تسألوش أسئلة تستفدوا فيها، ما تسألوش أسئلة تعمق، وما تسألوش الناس التانية. صحيح مسلم كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، لاحظوا أبواب كثيرة في النهي عن السؤال. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، من بين الأشياء التي يكرهها ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. الله يكره، ده محمد الذي يكره كثرة السؤال، لكن عكس نفسيته على الله. الله يكره لكم كثرة السؤال، ده في صحيح مسلم الأخ الذي يقول لا عندنا أسئلة وعندنا أجوبة. خليني أمشي لشيء آخر أختم به هذه الحلقة، وكيف كان يتعامل الصحابة مع السائلين. أبو هريرة كان يضرب بالحجارة، الذي سأل أبو هريرة صحابي روى أكثر الأحاديث في الإسلام. في صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله، فمن خلق الله؟ أو السؤال اللي سألناه لأبي بكر. قال فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب، أبو هريرة يقول، فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ لا شاهد يا أخ أبو بكر ماذا فعل أبو هريرة. قال فأخذ حصى بكفه فرماهم، ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي. أهو واحد صحابي وما عنده الجواب. قالوا له من خلق الله؟ أخذ حجارة وابتدى، أهو خذ قوم قوم صدق خليلي. أهو الجواب من الصحابة على الأسئلة الفلسفية. لو اعتمدنا على أبي هريرة كانت تقدمت الفلسفة وتقدم علم المنطق. كل من يسأل، عمر كان عامل درة يعني صوت كان يضرب به من سأل. قال الشعبي كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج، ده في شرح التهذيب جزء 22 صفحة 34. عمر بن الخطاب يضرب سائلا حتى أدماه. عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، يسأل عن بعض الآيات الغير مفهومة، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، يعني سيقان النخل عراجين، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، أخذ يضربه وده حتى دم. فقال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. صبيغ مشهور، قصة صبيغ ابحثوا في النت على قصة عمر مع صبيغ، كان يضربه. السؤال ممنوع، وعمر بن الخطاب استخدم الصوت واستخدم العراجين لضرب صبيغ لأنه كان يسأل في أمور غامضة في القرآن. هذا في سنن الدارمي. عمر بن الخطاب يضرب صبيغا بسبب أسئلته، نجدها في أحياء علوم الدين للغزالي، نجدها في الشريعة للآجوري، نجدها في كنز العمال. عن أنس أن عمر بن الخطاب جلد صبيغا الكوفي في مسألة عن حرف من القرآن حتى اضطربت الدماء في ظهره، حتى اضطربت الدماء في ظهره. إذن السؤال في متشابه القرآن، السؤال في الغوامض، السؤال في ذات الله، السؤال في الأشياء اللي ممكن تبدو لكم حرام في الإسلام، هذا غيض من فيض. وأكتفي به في هذه الحلقة، وأشكر كل مشاهد وكل مشاهدة، وأتمنى أن تبعثوا لي حتى نوضح هذا الموضوع أكثر ربما في حلقات قادمة. أشكركم على المتابعة، أشكر كل من اتصل، وأعتذر للذين لم أخذ مكالماتهم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بنعمة الرب.